السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز لأهم وآخر الأخبار من قناة الدنيا. قال وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم إن سوريا تعتقد منذ بدء الأزمة فيها أن الحوار بين أطياف الشعب السوري هو الحل لهذه الأزمة، وأنه لا أحد ولا قوة في الدنيا تستطيع أن تقرر نيابة عن الشعب السوري مستقبل سوريا، وأنه وحده هو صاحب الحق في ذلك. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري في بغداد، قال المعلم: قمت بإبلاغ رئيس الوزراء نوري المالكي وزيباري قرار سوريا من حيث المبدأ بالمشاركة بوفد رسمي في المؤتمر الدولي المزمع عقده في جنيف خلال شهر حزيران القادم، وقد لمست لديهما ارتياحا لهذا القرار السوري، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تعتقد وبكل حسن نية أن المؤتمر الدولي يشكل فرصة مواتية لحل سياسي للأزمة فيها، موضحا أن زيارته للعراق تهدف للتعبير عن تضامن الشعب السوري وقيادة سوريا مع الشعب العراقي وقيادته إزاء ما يواجهه من عمليات إرهابية تطال حياة المدنيين العراقيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم مواطنو هذا البلد الشقيق. وللتأكيد على أن الدول الإقليمية التي تتآمر على سوريا هي ذاتها من يدعم الإرهاب في العراق، من جانبه أكد زيباري أن العنف لن يحل المشكلة في سوريا، ولا بد من تبني حلول سياسية يتفق عليها أولا وأساسا أو يتفق عليها السوريون بأنفسهم دون إملاء أو فرض إرادة أو وصاية على الشعب السوري في اختيار نوع النظام السياسي الذي يريده. استشهدت مواطنة وأصيب آخران بجراح جراء سقوط قذائف هاون أطلقها إرهابيون على منازل المواطنين في منطقة الدويلعة وضاحية حرستا بريف دمشق، وأدى الاعتداء الإرهابي إلى وقوع أضرار مادية بالمحال التجارية وممتلكات الأهالي. إلى ذلك بسطت قواتنا المسلحة الباسلة سيطرتها على المطاحن وصوامع الحبوب في عدرة بعد أن أوقعت قتلى ومصابين بين صفوف إرهابيين كانوا يتحصنون فيها، ومنهم حسين علايا واسماعيل عيون. وفي ريف دمشق قضت وحدات من جيشنا الباسل على عدد من متزعمي المجموعات الإرهابية المسلحة، ودمرت مستودع أسلحة وذخيرة خلال سلسلة عمليات نوعية نفذتها أمس ضد تجمعات وأوكار الإرهابيين في حرستا وعدرة وزملكة وعربين والذيابية ومزارع القاسمية والزمانية، كما تم القضاء على عدد من الإرهابيين خلال عمليات نوعية لقواتنا الباسلة في مدينة دارية، ومن بين القتلى إرهابي يدعى عبد العليم ويلقب أبو قصب، وآخر يدعى عبد الله ويلقب أبو حسام. وفي حلب وريفها دمرت وحدات من جيشنا الباسل أمس عددا من أوكار المجموعات الإرهابية المسلحة، وقضت على العديد من أفرادها بين في بلدة منغ ومنطقة الرمون وكويرس وعلى طريق حلب إدلب، وأعادت الأمن والاستقرار إلى قرية ظهرة عبد ربه بعد أن دمرت آخر أوكار الإرهابيين فيها. وقالت موفدة الدنيا إن قواتنا المسلحة سحقت عددا من الإرهابيين قرب معملي الزجاج والسيف في محيط سجن حلب المركزي، ودمرت أوكارهم بما فيها من أسلحة وذخيرة وأدوات إجرامية. وفي إطار عملياتها العسكرية المتواصلة ضد المجموعات الإرهابية المسلحة في القصير بريف حمص، قضت وحدات من جيشنا الباسل على أعداد من الإرهابيين ودمرت أوكارهم وأدوات إجرامهم بما فيها من أسلحة وذخيرة في الحارتين الوسطى والشمالية. وقالت موفدة الدنيا إن وحدات من جيشنا الباسل سيطرت على المبنى المؤسسة الاستهلاكية والمسلخ ومبنى شعبة الحزب ومديرية المنطقة في الجزء الشرقي من الحارة الشمالية بعد أن قضت على الإرهابيين الذين كانوا يتحصنون داخلها، مشيرة إلى أنه تم تدمير آخر أوكار الإرهابيين وتجمعاتهم في الحي الواقع جنوب المقبرة في الحارة الوسطى من المدينة، كما تم تفكيك عدد من العبوات الناسفة وتدمير أنفاق كان الإرهابيون يستخدمونها للتنقل وتخزين الأسلحة والذخيرة في الحارة الجنوبية. هذا في حين أحكمت وحدات من جيشنا الباسل سيطرتها على جانبي طريق حمص بعلبك الذي يمر وسط مدينة القصير، وقضت على تجمعات للإرهابيين في الحارة الغربية والجنوبية الغربية من المدينة. أكد عدد من نواب حزب الشعب الجمهوري التركي المختصين في مجال القضاء بعد اطلاعهم على مكان وقوع تفجيرات الريحانية أن مفهوم الحدود ألغي في القرى الحدودية مقابل تفشي مجموعات مسلحة تقاتل ضد الدولة السورية، محذرين من خطورة حدوث تفجيرات مشابهة في المنطقة. وبينما توجه أردوغان لزيارة مكان التفجيرين في الريحانية، قال نواب
نواب حزب الشعب إن التحقيقات التي أجراها وفد الحزب في الريحانية توصلت لنتائج مهمة تشير إلى انعدام الرقابة على الحدود وعبور الناس بحرية عبر الدراجات النارية والحافلات إلى سوريا، وهذا أمر مقلق للغاية، فهو يتيح الفرصة لنقل كميات كبيرة من المتفجرات إلى تركيا، خصوصا بعد انتشار أشخاص ذوي لحى طويلة ومسلحين بجانب الجنود الأتراك على الحدود. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية اليوم مقتل جندي وإصابة 6 آخرين في تفجير عبوة ناسفة استهدفت عسكريين في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت شرق اليمن. وقالت الوزارة إن التفجير الذي تم بواسطة عبوة ناسفة وقع أثناء مرور دورية عسكرية في الخط البحري بالقرب من سوق القات، موضحة أن الجنود يتبعون إلى الكتيبة الثالثة باللواء الثاني. حذر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالح واشنطن من انتهاك الالتزامات الدولية، وذلك في رده على تصريحات المسؤولين الأمريكيين التي تنم عن التدخل في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، داعيا أمريكا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وقال صالح إن بعض هذه التصريحات تدعو للاستغراب، فدعم أمريكا للديمقراطية هو مجرد استعراض وادعاء مخادع، ونحن نعتقد أن أخذ العبرة من التاريخ والالتزام بالمبادئ البديهية للقانون الدولي كعدم التدخل في شؤون الآخرين يصب في مصلحة أمريكا. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه فوق الالتزامات الدولية العامة فقد تعهدت الحكومة الأمريكية بعدم التدخل في الشأن الداخلي الإيراني، مشيرا إلى أن أمريكا لو كانت قلقة على الديمقراطية وحقوق الإنسان حقيقة فلماذا لم تحترم الانتخابات الفلسطينية عام 2006 وغضت الطرف عن ممارسات التهديد والاعتقال والاختطاف من الكيان الصهيوني لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، هذا فضلا عن جميع الضغوط التي فرضوها فقد قاموا بدعم العدوانين اللذين ارتكبهما هذا الكيان ضد غزة. وفي طهران أيضا أعلن علاء الدين بروجيردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني أن النسخة الإيرانية للطائرة الأمريكية دون طيار RQ-170 التي أنزلتها قوات حرس الثورة خلال قيامها بعملية التجسس في الأجواء الإيرانية سيتم تدشينها لتحلق في الجو قريبا، موضحا أن إيران تحولت إلى دولة قوية في العالم قادرة على تغيير المعادلات الإقليمية والعالمية، وأن قوتها بلغت حدا دفع حتى الأعداء للاعتراف بدورها في التطورات الإقليمية. أعلنت الشرطة الهندية اليوم أن حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون ماويون أمس وسط الهند ارتفعت إلى 23 قتيلا على الأقل إلى جانب عدد كبير من الجرحى. وقال مصدر محلي إن مسلحين قاموا بتفجير قنبلة قبل أن يطلقوا النار على آليات كانت تقل عددا من نواب حزب المؤتمر المحليين العائدين من تجمع سياسي، مشيرا إلى أن 5 من عناصر الشرطة من بين القتلى والآخرون مسؤولون في حزب المؤتمر. وأكد المصدر أن مصير رئيس الحزب ونجله لا يزال مجهولا. لليوم السابع على التوالي تتواصل الاحتجاجات على مقتل شخص مسن على يد الشرطة السويدية في ستوكهولم، وخاصة في الأحياء الفقيرة حيث تقطن غالبية من المهاجرين. وقال مصدر في الشرطة إن المحتجين أحرقوا الليلة الماضية بضع سيارات في أنحاء مختلفة من العاصمة، مشيرا إلى تعرض سيارة للشرطة للرشق بالحجارة من قبل شبان محتجين دون أن يصاب أحد من عناصر الدورية بأذى. قتل 19 مسلحا في عمليات مشتركة نفذتها قوات حلف شمال الأطلسي الناتو والقوات الأفغانية بالولايات الشرقية خلال الساعات 24 الماضية. وقال مصدر عسكري إن القوات المشتركة عثرت خلال عملياتها الأمنية على مخزنين للأسلحة وفككت 11 عبوة ناسفة. تأتي هذه العمليات بعد ساعات على مقتل 13 شخصا بينهم 4 مدنيين في هجومين منفصلين في العاصمة الأفغانية كابول وإقليم غزني. ختام الموجز بأمان الله.